من أكتر الأسئلة الشائعة اللي بتتسأل لغاية دلوقتي لأي مبتدئ في مجال تجربة المستخدم هو إنه بيكون عايز يعرف تفصيليا يعني إيه UX وإيه تخصص المجال ده تحديدا، وكمان إيه الفرق بينه وبين UI أو الجرافيك ديزاين. أنا لغاية النهاردة بشوف أسئلة دي كتير جدا، و للأسف بشوف برضو إجابات غير موفقة، في confusion بين المصطلحات. فإحنا المفروض من خلال الكراش كورس الصغير ده، هو كورس تعريفي مش عملي ولكنه تعريفي، مقدمة مهمة جدا عشان تفهم، وبعد كده تقدر تعرف انت الخطوات الجاية هتكون عاملة ازاي. ففي أول حاجة لازم نعرفها، عاوزين نعرف ايه هو UX او ايه هو تجربة المستخدم. لو انت قبل كده اشتريت اي منتج اونلاين او استخدمت اي موقع او اي تطبيق، زي مثلا انك انت تعمل اوردر من مطعم، او انك انت تتابع الحساب البنكي بتاعك على التطبيق بتاع البنك، او ان انت تحضر محاضرة اونلاين، فكده انت اسمك مستخدم اللي هو يوزر. لو انت بقى بتتعامل مع التطبيق او الموقع ده، يبقى انت كده ايه، بتمر بتجربة، سواء التجربة دي كانت ايجابية او سلبية بنسميها تجربة اللي هي الاكسبيرينس. فانت يوزر او انت مستخدم بتقوم بتجربة اللي هي الاكسبيرينس. من هنا جاء المصطلح بقى يوزر اكسبيرينس، تجربة المستخدم اللي هو UX، يعني التجربة التي يمر بها المستخدم اثناء استخدامه لموقع او تطبيق او اي منتج. تجربة المستخدم تخص اي منتج، مش لازم المنتجات الرقمية، ممكن منتجات الفيزيكال، يعني ممكن المج، ممكن الريموت التلفزيون، ممكن كرسي، يعني اي حاجة نقدر نقول ان تجربة المستخدم داخلة فيها. لكن عشان احنا تخصصنا اكتر في المنتجات الرقمية فبنركز على النقطة دي. المنتج الرقمي اللي هو ممكن يكون تطبيق، ممكن يكون موقع، سوفت وير، اي برنامج يعني. المفروض انه من العادي او المنطقي ان اي بيزنس عاوز يعمل تطبيق معين بيكون الهدف منه ان المستخدم ده يمر بتجربة ايجابية ومرضية. لما بيستخدم التطبيق يمر بتجربة ايجابية، لان ده هينعكس بشكل ايجابي على تحقيق الغرض من ايه، من التطبيق، وبالتالي يحقق اهداف البيزنس. هو بيعمل الابليكيشن، الابليكيشن ده هو اكيد عايز مستخدمين يتعاملوا معاه علشان خاطر يعملوا مهمة معينة بتحقق هدف البيزنس، سواء بقى يشتروا، يسجلوا، يشوفوا اعلانات، ايا كان. فاذا ما كانتش التجربة ايجابية ومرضية بالنسبة للمستخدم، فاكيد ده هينعكس بشكل سلبي، لكن لو ايجابية هينعكس بشكل ايجابي. علشان كده جت اهمية دراسة وتحليل تجارب المستخدمين اثناء استخدامهم للمنتجات دي او للمواقع او للتطبيقات، علشان نقدر نحدد ايه احتياجات وايه خصائص المستخدم وايه المشاكل والاخطاء اللي في التطبيق اللي هو بيواجهها. بالتالي نقدر نعرف نصمم التطبيق المناسب، نصمم حلول تطور من التطبيق وتحل اي مشكلات او اي اخطاء. ولما نحل المشكلات دي بنبدأ نطور ونحسن تجربة المستخدم، بحيث ان هو بيبدأ يلاقي نفسه ان هو يعني تجربته اكثر ايجابية كل شوية عن اللي قبلها مع استخدامه للمنتج الرقمي ده. وهنا لازم نفهم نقطة مهمة جدا، وهي ان تصميم اي موقع او تطبيق بيتم عن طريق اننا نعرف افضل شكل من وجهة نظر المستخدم اللي هو اليوزر، لان هو صاحب التجربة وهو المستهدف من بناء التطبيق ده، تمام. فوجهة نظره دي بنعرفها ازاي؟ عن طريق البحث وتحليل سلوك المستخدم. بنقدر نلاقي الشكل الافضل للتصميم، افضل حلول للمشاكل الموجودة. فالمستخدم ده هو محور اهتمامنا، هو محور اهتمامنا علشان هو المستهدف. علشان كده هيكون ضروري نعرف ايه افضل الطرق اللي يفضلها المستخدم او اللي عادة بيسلكها علشان يوصل لهدفه. فلما نعرف ايه اللي هو بيفضله واللي بيرضيه، هنقدر ان احنا نوصل
لأفضل شكل للتصميم اللي يناسبه هو. تمام، فاحنا لازم نعرف احتياجاته وندرس سلوكه كمستهدف علشان خاطر نقدر نعرف ازاي نصمم الحاجة اللي تقدر تحقق له تجربة جيدة، وبالتالي ده ينعكس على الهدف من الابليكيشن او الموقع وخلافه. وعلشان نقدر نصمم لتجربة المستخدم في عندنا مراحل، يعني في 3 مراحل، وكل مرحلة منهم تحتها ممكن يكون في مراحل فرعية تاني، ولكن المراحل الأساسية للتصميم هي أول حاجة البحث اللي هو research، تاني مرحلة prototype اللي هو تصميم الحلول، والمرحلة التالتة اللي هو الاختبار اللي هو التست. هنيجي للمرحلة الأولى اللي هي research، علشان ما نضيعش وقت في تصميم تطبيق مش مناسب خالص لا للبزنس ولا للمستخدم، وممكن يكون مش بيحقق أهداف البزنس ولا بيغطي احتياجات المستخدم، فهنضطر نبدأ من الأول تاني عشان نشوف المشاكل، وعلشان خاطر نبدأ نشوف ايه سبب فشل الحاجة دي. فبدل ما نعمل كده بالضرورة هنرجع لمرحلة البحث في الآخر. فاحنا نبدأ بمرحلة البحث علشان نعرف التفاصيل الخاصة بالمستخدم المستهدف، بأهداف البزنس، ان احنا نجد افضل حلول للمستخدم اللي احنا مستهدفينه. فالاستثمار في البحث ده مهم جدا، لانه بيقلل بعد كده من التكاليف ومن المشكلات اللي ممكن يواجهها البزنس. فدي المرحلة الاولى اللي هي مرحلة البحث. اما المرحلة التانية فهي تصميم الحلول. طيب يعني انا بعد ما ببحث بوصل لمجموعة يعني نتائج، النتائج دي بناء عليها ابدأ اصمم مقترحات ونماذج مناسبة، لان انا عندي دلوقتي معلومات بتقول ان هو بيحب كذا، المستخدم الافضل ليه كذا وهكذا يعني، فبناء عليه ببدأ اصمم حلول. بعد كده ببدأ اختبر الحلول دي، هل التصميمات اللي انا عملتها دي مناسبة؟ ببدأ اختبرها، بخلي المستخدم يجرب، بشوف ايه التركات اللي وقع فيها، ايه المشكلات اللي مر بيها، وبالتالي اقدر ان انا ارجع تاني اصمم حل بديل، او اطور من حل معين، او الغي فكرة معينة انا كنت يعني. بتبدأ ان انت تختبر الحل. ده مدخل بسيط عشان نعرف ايه هو مجال تجربة المستخدم، وكان لازم نعرف هو عبارة عن ايه، يعني مهم في ايه، ومراحله ايه، وده هنتعرض له بشكل اكبر في المرات القادمة ان شاء الله.